السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نديرو اليوم كسكسو، كسكسو المغربي. نبداو بالمقادير. عندنا جوج خزيوات منقيين ومقطعين هكايا. عندنا واحد المزيودة حرة، عندنا ربيطة دالربيع، عندنا جوج الفتات منقيين ومقطعين، عندنا طريفات ديال القرعة الحمراء، عندنا قرعة خضراء منقية ومقطعة هكاتين، عندنا واحد مطيشية منقية ومقطعة مربعات، عندنا شوية الحمص مرقد ليلة كاملة، عندنا بصلة مشنفة هكايا، عندنا طريفات ديال الدجاج على حسب أفراد الأسرة، نص كاس ديال زيت المائدة، عندنا شوية الفول منقي غير القشرة الفوقانية، عندنا هاد الحبات ديال الطماطم صغيرة غنقطعهم في التالي عاد نديرهم. غنبداو على بركة الله. عندنا الطنجرة ديالنا، غادي نبداو نديرو خيزو ديالنا، غادي نديرو اللفت، غادي نديرو البصلة، غادي نديرو طريفات ديال اللحم ديال الدجاج، عندنا الطماطم منقية ومقطعة، عندنا الحمص مرقد، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا معلقه ديال الملح، معلقه ونص ديال الملح على حسب الملح على حسب الذوق، جوج معلقة صغار ديال التحميره او الفلفله الحلوه، عندنا معلقه ديال الابزار معمره، اللي عندو الوليدات ما كيبيعو الحر، عندنا معلقه ديال الحرقوم البلدي هي عامره، عندنا شوية الملون الغذائي. دابا رضينا البرمة ديالنا فوق النار، غادي نغطيوها تقلى شوية، الخضيرة ديالنا تقلات مع اللحم، غادي نقلبوها شوية، غادي نرويوها، نديرو القياس ديال الما فاش طيب لينا الخضرة بلا ما نزيدو، نديرو داكشي لي قدنا، المهم بلا ما نزيدو الما في التالي، غنغطيوها دابا نخليوها حتى تطلع، ندوزو نصايبو الكسكسو ديالنا. دابا ها الكسكسو ديالنا، عندنا كيلو لا روب ديال الكسكسو موين مرقيق مغليظ موين، غادي نديرو ليه شوية زيت المائدة، تقريبا جوج معالق حتى ثلاثة المعالق، غادي ندير شوية د الما شوية شوية باش نحلوه مع ذاك الزيت، نحسو بالحبيبات ديال الكسكسو كلشي دخلهم داك الزيت، ونخليوه يرتاح حتى تغلى البرمة ديالنا. دابا البرمة ديالنا غلات، نديرو كسكسو ديالنا في كسكس، نديرو في الفور، تكور ما طرالي والو، تكور ندوزوه في الغربة ساعة ما مكور، البرمة ديالنا غلات، غادي نديرو الكسكسو ديالنا يفور. دابا درنا الكسكسو ديالنا غنغطيو عليه واحد 10 دقايق عاد ندوزو نديرو ليه الما. ها الكسكسو ديالنا فار، دابا ها الكسكسو ديالنا من بعد طلعو البخار نديرو ليه الما. دابا ما غاديش ندير الزيت، غنديرها غير الما طال فويرة تانية عاد
عاد ندير ليه الزيت والملح. دابا غنديرو غير الماء، دابا غنديرو ليه الماء ونخليوه يشرب واحد شويه عاد نردوه نحطو البرمة. دابا درنا ليه الماء مزيان ونخليوه يرتاح واحد 5 دقائق عاد نديروه الفويرة الثانية. دابا الكسكسو ديالنا من بعد شرب الماء، من بعد شرب الماء نديرو يفور الفويرة الثانية. الكسكسو هو يبي الماء بزايد كيشرب الماء. دابا ها الكسكسو ديالنا غنديروه الفويرة الثانية هادي، غنغطيوه عليه 10 دقائق عاد ندوزو نديرو ليه الزيت والملح. ها الكسكسو ديالنا من بعد فرط الفويرة الثانية، دابا نديرو ليه الماء والملح والزيت. غندوزو نديرو الخضرة ديالنا، غندوزو نديرو ديك الخضرة لي بقا طريفة ديال القرعة الحمراء، الطريفة ديال القلعة الخضراء، القلعة الخضراء. عندنا ديك مطيشة صغيرة قرطها كل وحدة على 4 خطرات من 4 المربعات. عندنا الفول هاهو، عندنا مطيشة، عندنا طريف ديال القرعة الحمراء حكيتو بالحكاكة الغليظة باش يخطر لينا المرقة ديالنا. عندنا مزيود ديال الحار وربيطة ديال الربيع مربطة. غنغطيو على الخضرة ديالنا، ندوزو نصايبو كسكسو. غندوزو الكسكسو ديالنا، غادي نديرو ليه الزيت، زيت العود. نحلوه شوية، نديرو الملحة، ملحة على حسب الذوق كل واحد. كاين اللي يملح بزاف، كاين اللي يدير غير شوية، كاين كلها والذوق ديالو. غنديرو دابا الماء، نحلوه مزيان، نخليوه يشرب. داك الماء اللي درنا ليه عاد نعاودو نردوه فوق البرمة. دابا ها الكسكسو ديالنا من بعد شرب الماء اللي درنا ليه والزويتة والملحة، دابا غنديروه يفور التفويرة الأخرى هادي. دابا ها المريقة ديالنا بدات تختار، غادي نديرو الكسكسو ديالنا يفور التفويرة الأخرى إن شاء الله ونوريكم الشكل النهائي ديالو. الكسكسو ديالنا من بعد طاب، كنحلوه نحلوه شوية بشوية بهذا حيت سخون عليها، نحلو بيدي ولكن سخون عليها حتى يبرد شوية. دابا الكسكسو ديالنا من بعد حليتو بيديا، غادي نديروه في الطبسيل. ولا سخون مازال كنهز بالمغرفة حيت سخون عليا. دابا المريقة ديالنا الخضرة ديالنا بدات، نهزو هاد المزيودة باش تفقس لينا حرور، نهزو ديك الربيطة ديال الربيع ديالنا من بعد خد النسمة ديالها، نهزو نسكيو. نديرو الخضيرة ديالنا، طريف ديال القرعة، نحطو دابا الحمص والفول، نديرو شوية د المرقة. المريقة جات خاطرة، شهيتكم فيها زوينة.
والمرقه اللي مازال كنديروها في جبانه ونحطوها اللي بيزيد قدامه يزيد. هذا هو الشكل النهائي ديالو، وكسكسو المغربي زوين. بصحتكم وراحتكم، وما تنساو ديروا الجيم وتشتركوا في القناة ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل الجديد ديالي، وتسناوني في شهيوات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.